بيان صادر عن القياده العامه للجيش والقوات المسلحه صعد الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني الاسايش في الاونه الاخيره من اعماله الاستفزازيه في مدينه الحسكه كالاعتداء على مؤسسات الدوله وسرقه النفط والاقطان وتعطيل الامتحانات وارتكاب اعمال الخطف بحق المواطنين الامنين واشاعه حاله من الفوضى وعدم الاستقرار وقد اخذت هذه الاعمال طابعا اكثر خطوره بتطويق مدينه الحسكه وقصفها بالمدفعيه والدبابات واستهداف مواقع الجيش العربي السوري بداخلها ما ادى لارتقاء عدد من الشهداء العسكريين والمدنيين ورغم جميع المحاولات التي جرت لاحتواء الموقف واعاده الهدوء والاستقرار الى المدينه الا ان الاسايش لم يبدوا اي تجاوب واستمروا في ارتكاب جرائمهم بهدف السيطره على مدينه الحسكه الامر الذي استدعى ردا مناسبا من قبل الجيش العربي السوري باستهداف مصادر اطلاق النيران وتجمعات العناصر المسلحه المسؤوله عن هذه الاعمال الاجراميه ان القياده العامه للجيش والقوات المسلحه اذ توضح ان الاعتداءات المتكرره على المواطنين والجيش العربي السوري هي من جانب الاسايش حصرا ولا علاقه لاي مكون سوري بها تؤكد في الوقت ذاته عزمها على التصدي لمثل هذه الاعتداءات من اي جهه كانت وبذل جميع الجهود الممكنه لعدم تفجر الوضع حفاظا على وحده اراضي سوريا وسلامة وأمن مواطنيها أينما كانوا دمشق في التاسع عشر من شهر آب لعام 2016 القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة